ختام الدورة أطلب المصادقة على جدول الأعمال فيما بذلناه من أجل الجزائر، وكيف تمكنت بلادنا في كل مرة أن تنتصر وتخرج من أزماتها أكثر قوة وتماسكا. فبالعودة إلى هذه الأحداث التي نستلهم منها المآثر، نستوقفها إرادة الشعب الجزائري التي أشرف اليوم بتقديم مشروع ميزانية الأولية لسنة 2022. نفقات الميزانية لهذه السنة مبلغ 1,229,478,160.69 دينار جزائري، متساوية في إيراداتها ونفقاتها. خصص منها مبلغ 954,901,422 دينار فاصل 28 لقسم التسيير، و 274,276,738.68 خصص لقسم التجهيز والاستثمار، وهذا باحتساب الجزء المقتطع لفائدة الصندوق الولائي لتغطية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بمبلغ 30,671,077 دينار فاصل 58. وأود لا أريد أن أتطرق إلى الجانب التسييري، القسم التسييري، لأنه تم الاعتماد على المؤشرات المعهودة، تم تغطية كافة التكاليف المتعلقة بقسم التسيير، وأريد أن أشير فقط إلى بعض الجوانب المتعلقة بقسم التجهيز. وأهم البرامج التي تم اعتمادها بخصوص في هذا المشروع، هذا الميزانية، بعض البرامج التي نراها يعني في صلب الموضوع، والتي نحاول تجسيدها من خلال هذه الميزانية الأولية. وقد اعتمدنا كبرنامج أول في لهذه السنة برنامج رقم 1/22، تهيئة وتصميم وإعادة الاعتبار لمقر الولاية أو المقرات الإدارية بصفة عامة، وهذا للتكفل يعني بعدد أكبر عدد ممكن من المباني الإدارية التي هي في حاجة إلى صيانة، خاصة مبنى قطاع الطابية سابقا، والذي نحاول أن نؤهله ونعيد له الاعتبار بدءا من هذه الميزانية الأولية. ونحاول في كل مرة نحاول نغطي جزء منه لأنه يتطلب أموال كبيرة، وبالتالي فإحنا نحاول ندعم هذا البرنامج من خلال الميزانية الإضافية لسنة 2022.